دعوة اليوم بدي وجهها لكل اللبنانيين اللي بيدفعوا فاتورة كهرباء. حضروا حالكم، سندعيكم إلى التظاهر السلمي، إلى مسيرة سلمية حتى نقل للدولة وللمسؤولين بدكم تكونوا جديين. لكن الليموناضة باردة بوجودك يا عمي، تعرف انه فيك تعملي منها طاقة؟ منك عارفة؟ ما بتعرف شيء عن الطاقة بقى. مشروع الكهرباء أهم من الحكومة، ما حدا يغلط. رح نحط خريطة الطريق، أهم شيء أول شيء مثل ما قلت للكهرباء. إلا أن حضور وزير الطاقة لمؤتمر النائب نواف الموسوي لم يشفع له انقطاع التيار الكهربائي. كل ما عم نتقدم كل ما عم بتصير النتائج أكبر وموثوقة أكثر. Look at that. That's an electricity cut as we were speaking to the former prime minister of Lebanon. يعني منه طبيعي إنك تعيش بالقرن 21 بلا كهرباء، ما بتقدر.